للمزيد مشاهدينا من الخرطوم ينضم إلينا الآن مراسل تلفزيون العربي شيبة الحمد عبد الرحمن، تحياتي لك. أحداث متسارعة شيبة الحمد، يعني سقوط مروحية، زيارة البرهان إلى القضارف، وأيضا ما تحدثت به السلطات السودانية عن اختراق طائرة إثيوبية المجال الجوي. عن التسلسل الزمني لهذه الأحداث لنبدأ، وإن كان لديك مزيد من التوضيحات حولها. نعم، البيان الذي أشرت إليه الآن أصدرته وزارة الخارجية اليوم أكدت فيه اختراق طائرة إثيوبية المجال الجوي السوداني، وصفت الحادثة بالخطيرة وغير تصعيد الخطير وغير المبرر. بالنسبة لزيارة البرهان، هذه الزيارة لم تكن معلنة ولكنها جاءت بعد هجوم لقوات إثيوبية يوم الاثنين الماضي على مناطق في الفشقة الصغرى، خلفت خمسة نسوة قتلنا في هذا الهجوم وطفل. إضافة إلى ذلك، فإن الحدود ظلت تشهد في الفترة الأخيرة هجمات متقطعة ما بين القوات المسلحة السودانية والقوات تتبع لإثيوبيا، عرفت اصطلاحا بالشفتة أو الميليشيات الإثيوبية، ولكن هذا فيما يخص الجانب الإثيوبي. بالنسبة للسودان، ينظر إلى هذه القوات بأنها تتبع للدولة الإثيوبية بأي حال من الأحوال. سقوط الطائرة الذي حدث اليوم أيضا تمت الإشارة إليه بأنه كان في منطقة الشوك الواقعة شمال شرقي القضارف، وهي أيضا في منطقة عمليات في الحدود الإثيوبية السودانية، حيث ينتشر الجيش السوداني بكثافة. لم تصدر حتى الآن تفاصيل أو بيان، لم يصدر بيان يحمل تفاصيل هذه الحادثة، ولكن هناك معلومات صحفية تشير إلى أن هذا الحادث كان في مهبط الطائرات في منطقة الشوك، ولم يتضرر منه قواد الطائرة أو الطاقم الذي كان يقود هذه الطائرة، نجا من هذا الحادث. إضافة إلى ذلك، تصاعد هذه المؤشرات كلها تؤكد الوصول إلى انسداد الطرق فيما بين الدبلوماسية السودانية والإثيوبية في حل هذه الأزمة. يبدو أن هنالك اتجاه من السودان بحسب معلومات رشحت عن اتجاهه لتقديم شكوى في مجلس الأمن بخصوص الحدود مع إثيوبيا، التي تقول إن على السودان أن ينسحب من أراضيه ثم يمكن أن تقوم بمعالجة أمر الحدود والعودة مرة أخرى إلى طاولة النقاش حول هذا الموضوع. هذا يعني هناك كثير من الحراك السياسي الذي تقوم به عدة جهات في السودان، منها أعضاء في مجلس السيادة السوداني، وأيضا مفوضية الحدود التي من المفترض أنها تلتقي بسفراء الدول موجودين في السودان لشرح الوضع. عن هذا السياق، هل من تفاصيل أكثر؟ نعم، هذه حملة ابتدرتها الحكومة السودانية منذ أكثر من أسبوع، حيث قامت بتشكيل وفود سودانية لزيارة دول الجوار لتوضيح موقف السودان مما يحدث على الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا، وتوضيح الاتفاقات الدولية التي أكدت عليها الدول الإفريقية كلها ما عدا المغرب تقريبا ودولة أخرى هي الصومال تقريبا أيضا، بالاعتراف بالحدود التي خلفها المستعمر، وهذا ما لا تريد إثيوبيا الآن، وتقول أن هذه الحدود غير مقنعة بالنسبة لها في بعض المناطق، وإن كانت تقر بأن هذه الاتفاقات هي التي حكمت مسألة الحدود فيما بينها ودول الجوار في الفترة الماضية، وعلى وجه التحديد السودان. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، هذا التنوير الذي قدمته اليوم مفوضية الحدود القومية السودانية يشير إلى الحراك الدبلوماسي الذي من خلاله تمهد الخرطوم ربما لتقديم شكوى في مجلس الأمن، في خطوة ربما تنقل الملف من بين منضدة السياسيين والدبلوماسيين في الدولتين إلى محفل آخر هو مجلس الأمن الدولي لينظر في هذه القضية، تجنبا للانزلاق في أي حرب قد تحدث فيما بين البلدين، خصوصا وأنهما ظلا يؤكدان على أن الدبلوماسية والحوار هو الطريق الأوفق والأقوم للوصول لحلها لهذه القضية. شيبة الحمد عبد الرحمن مراسل تلفزيون العربي من العاصمة السودانية الخرطوم، شكرا ونهارك سعيد. سنبقى مشاهدينا لمتابعة هذا الحدث الذي يتطور وتتسارع أحداثه. أيضا من الخرطوم ينضم إلينا عبد الوهاب البشير، الباحث المتخصص بشؤون القرن الإفريقي. تحياتي أستاذ عبد الوهاب. البارحة إثيوبيا علقت على تطور الأحداث مع السودان، ولكنها قالت إنها ستفضل الحوار اليوم. تخترق طائرة إثيوبية المجال الجوي السوداني، ماذا نقرأ من هذا إن حاولنا فهم نيات أديس أبابا؟ آه
في تقديري التصعيد الإثيوبي ظل متواترا وظل يعني هو نهج الدولة الإثيوبية في ظل الأزمات الكثيرة التي يعني تواجه الدولة الإثيوبية. إثيوبيا الآن مواجهة بثلاثة مشكلات كبيرة: مشكلة صد النهضة، وحرب التجراي، والآن دخلت في حرب الحدود مع السودان، أو مشكلة الحدود الكبيرة مع السودان. هذا مثلث أزمات كبير يعني، وكل مثلث أزمات دولي. حرب التجراي أدخلت إثيوبيا في حرب إقليمية كبيرة، برغم أنه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يقول بأنه شأن داخلي، ولكن أشياء كثيرة دولت هذا الصراع، ومن أشهرها يعني مسألة اللجوء. مسألة السودان متضرر من هذه الحرب. الأمر الثاني صد النهضة، وهذه أصلا مشكلة إقليمية ومشكلة دولية، وتم تدويلها إلى أن وصلت مفاوضات إلى واشنطن والتدخل الأمريكي ومجلس الأمن. الآن إثيوبيا بصدد أزمة كبيرة دولية إقليمية على مسألة الحدود مع السودان. إثيوبيا هذا الأمر محسوم على مستوى كل النظم، يعني منذ مينيليك عام 1902 هذا الأمر محسوم، ومرورا بهيلا سلاسي، مرورا بمنغستو، ومرورا بملي زناوي، لم تدخل هذه المشكلة حيز الاشتباكات على المستوى الدولي وحجم التهديدات بين الدولتين وحجم المستوى الذي يمكن أن يؤدي إلى تصفير ويؤدي إلى قفل العلاقات السودانية الإثيوبية إلا في هذه الفترة. طيب أظني قطع الأستاذ عبد الوهاب، يعني بما أنك ذكرت هذا ثالوث المشاكل اللي نأخذ منه سد النهضة وما يجري الآن حول المناطق الحدودية، يعني نفس الشيء، كان هناك اتفاقيات بخصوص سد النهضة، كان لإثيوبيا اعتراضات على الحصص وإلى ما ذلك، الآن السودان تدفع بهذا الاتجاه بأن هناك اتفاقيات وهناك خرائط توضح ما هو لها وما هو لإثيوبيا، ولكن إثيوبيا لديها وجهة نظر أخرى. فهل ترى نمط موحد بالتعاطي الإثيوبي بالاعتراض على ما سبق من الاتفاقيات، وترى أن لها حقوق يجب مراجعتها؟ في تقديري أن الموقف الإثيوبي الأخير حول مسألة الحدود في الفشقة هو موقف جديد، يعني لم نسمع بتصريحات لأي من رؤساء إثيوبيا السابقين حتى هايلي مريم دساني، ولكن بدأ الموقف الجديد حول مزاعم إثيوبيا بحقيقتها في أراضي الفشقة. هذا أمر بالنسبة لنا يعني أمر جديد، لم يطرأ في أي من الاتفاقيات، ولم يطرأ في أي من الجلسات، ولم يطرأ في أي من اجتماعات مفوضية الحدود أو اللجان الوزارية المشتركة، إيفن حتى بين اللجان المشتركة ما بين الولايات الحدودية. هنالك مجالس وهنالك لجان بين الولايات الحدودية، ومن ضمن ولاية القضارف وإقليم أمارة بينهم اجتماعات، وبينهم لجان مشتركة حدودية وولائية مشتركة تسعى إلى خلق تكامل ولائي ما بين كل ولايات الجوار. ولكن هذا النهج الإثيوبي وهذا النفس الإثيوبي الجديد يمكن ظهر بشكل واضح ورسمي منذ تصريح قنصل إثيوبي في القضارف بأنهم لا يعترفون بالاتفاقيات التي رسمت الحدود، برغم أن هذه مسائل دولية ومسائل قانون دولي مقترب بها، ومسائل سيادية ومسائل احترام الجوار وكذا. التصريح الثاني أيضا نهج ونزعة أبي أحمد أيضا بحقيقته أيضا في الحدود، بدليل موافقته على تصريح غنصر في القضارف. هذا إذان وضوء طيب أخطر، هذا النهج وهذه التصاريح تذهب بجوهر. وأيضا نسمع بتصريحات السفير الأثيوبي أيضا. أظني بقي لي معك سؤال حول مآلات هذا الأمر. قبل قليل كان مراسلنا يحدثنا عن تهيئة السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن، أيضا الحوادث تكثر والاشتباكات يعني وإن تقطعت ولكنها موجودة ومؤهلة لأن تصبح مواجهة يعني كبيرة، وإضافة هناك جهود يعني تنقلها الصحافة عن وساطة للإمارات والسعودية. فبين هذه الاحتمالات الثلاث، ما الذي قد نشهده في قادم الأيام؟ حقيقة هذه الأزمة الحدودية هي سوف تخلق عدد من السيناريوهات، ولكن السيناريو الأقرب والآن يعني يسير قيد التنفيذ
هو سيناريو تدويل المشكلة، بدليل عزم السودان إذا تمادت إثيوبيا في تدخلات العسكرية. وكثيرا ما صرح، يعني صرحت المؤسسة العسكرية السودانية بأنه هذه التدخلات هي ليست تدخلات شفتة، بدليل طبيعة الأسلحة وطبيعة الهجوم وطبيعة التدخلات، هي تدخلات دولة وليست تدخلات شفتة. هذا السيناريو يؤدي إلى تدويل المشكلة، يؤدي إلى جعل المشكلة مشكلة في إطار إقليمي. سوف تتدخل هذه مشكلة الحدود مع بقية المشكلات الأخرى، مشكلة حرب التجراي ومشكلة صد النهضة، في تقاطعات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع في كل منطقة القرن الإفريقي، لأن هذه المسألة سوف تجر إلى أغاليم لها مصالح في الاستفادة من هذه النزاعات وتوظيف هذه النزاعات، مما يؤدي إلى بركنة وبلغنة وانفجار النزاع في هذه المنطقة بشكل دولي، خاصة إذا وصل هذا الأمر إلى مجلس الأمن في منطقة أصلا هي من أسخن بؤر النزاعات في العالم. نعم، وصلت الفكرة. يعني شكرا جزيلا لك عذرني، وقتنا مع حضرتك انتهى. أستاذ عبد الوهاب البشير الباحث المتخصص بشؤون القرن الإفريقي، شكرا لحضورك ونهارك.